المؤمن ينصح ويستر والفاجر يهتك ويعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النصيحة من حقوق المسلم على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصيحة عايزة حكمة وعايزة مهارة، عايزة أداة. أنت ممكن تنصح تضر نفسك، ممكن تنصح تفضح، ممكن تنصح تهتك، ممكن تنصح تضر بالمنصوب. تعال كده بقى نشوف مع بعض معايير وأداب النصيحة في الإسلام. أول معيار من معايير النصيحة في الإسلام أن يكون النصح على قدر طاقة الناصح. يعني ما تروحش تنصح في موقف ممكن يجلب لك ضرر يؤذيك. خليك ماهر وخليك ناصح، انصح بحيث ما يجيلكش انت ضرر من النصيحة، وإلا أجلها أو إلجأ لغيرك اللي ممكن ينصح أو يؤدي النصيحة بالنيابة عنك دون أن يقع عليه ضرر. المعيار الثاني ألا تكون النصيحة على وجه التوبيخ. يعني ما تعيروش وانت بتنصحه، أو تحسسه أنك بتستعلي عليه، أنك فاهم وعارف وانه جاهل ومش عارف. يبقى تكون النصيحة خارجة من محب لمحب، مش واحد بيستعلي على واحد او واحد بيوبخ واحد. المعيار الثالث او الادب الثالث من ادب النصيحة ان تكون النصيحة بقدر الامكان في السر. وقديما قالوا النصيحة على الملأ فضيحة. النصيحة على الملأ معناها انك بتشهر به، معناها انك عايز الناس تعرف انه اخطأ، وده طبعا شيء مش مقبول. وزي ما قلنا في بداية الفيديو المؤمن يستر وينصح، يبقى النصيحة تكون في السر. الادب الخامس من اداب النصيحة ان النصيحة ما تكونش رد اعتبار. يعني ما يكونش نصحك هو في يوم وانت اتضايقت او انه فاهم عنك وانه بيعرف عنك وجي نصحك، تقوم انت استنيت اما هو يخطأ وتروح ترد اعتبارك بالنصيحة دي كده مش نصيحة، ومش مستحب التصرف بالشكل ده، لان ده بيعتبر انتقام مش نصيحة. الادب السادس انك وانت بتنصح ما تنتظرش ان المنصوح يقبلها. طب تنصح لوجه الله، قبلها رفضها يستوي عندك الامر. انت عملت اللي عليك وتمسكت بسنة النبي اللي قال حق المسلم على المسلم ست من النصيحة، يبقى انت اديت حقه، سواء قابل او ما قابلش يستوي عندك الامر، لانك بتبتغي الاجر من الله تبارك وتعالى. ولو ما قابلهاش اوعى تعاتبه، ممنوع العتاب في عدم الاخذ بالنصيحة. دول ست اداب من اداب النصيحة في الاسلام. الامام ابن المبارك سئل اي الاعمال افضل يا امام، قال النصح لله. استغل مواقع التواصل الاجتماعي كلها فرصة طيبة، اكتب نصيحة، انقل حديث، انقل آية، استغلها، هي بتوصل لالاف وملايين من الناس، استغلها في الخير. يلا شير في الخير وتدل على الخير كفاعله. ولو عايز تعيشها بي استغل مواقع التواصل الاجتماعي وانشر سنة النبي. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.